كشفت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي عن انتهاء الهيئة من مشروع رؤية الكويت 2035 بالاشتراك مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشارت العوضي في تصريح صحفي لأن الكويت تلقت إشادات واسعة من المقرر الخاص بالأمم المتحدة والمعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاترينا ديفاندس أغيلار بعد النتائج التي تحققت لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وفي مقدمتها استراتيجية التوظيف واستراتيجية الدمج التعليمية وكود البناء لسهولة الوصول والكود الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني، وكذلك الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد والاستراتيجية الوظيفية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.